فضيلة الشيخ حسن الله إليك، هل كلمة أو لفظة لولا جائزة مطلقا أو ممنوعة مطلقا أو هناك تفسير؟ خصوصا أنه ورد بعض الألفاظ عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الجواز، وبعض الآثار على خلاف ذلك. استعمال لو أو لولا أقسام. القسم الأول أن تكون لمجابهة الخبر، فهذه لا بأس بها ولا حرج فيها، مثل أن تقول لولا أني مشغول لزرتك، هذه ليس فيها شيء، أو لو تفرغت من العمل لزرتك، هذه ليس فيها شيء إطلاقا، لأنها مجرد خبر. لكن إن كان صدقا فهو صدق وبر، وإن كان كذبا فله أحكام كذب. الثاني أن تكون في تمني الخير، أو إن شئت فقل الثاني أن تكون في التمني، فهذه حسب ما يتمناه الإنسان، إن تمنى خيرا فهو خير، وإن تمنى شرا فهو شر. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الفقير الذي قال لو أن عندي مال فلان لعملت به مثل عمل فلان، وكان فلان يعمل في ماله بالخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء. والثاني قال لو أن لي مال فلان لعملت به مثل عمل فلان، وكان فلان يعمل في ماله الشر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الثالث أن تكون للندم على ما فات والتحسر، فهذه منهي عنها لقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن صادف شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فهذه أقسام لو كما رأيت ثلاثة، لكن لفائدته لعلي تكلم فيه، وهو إسناد الشيء إلى السبب، إسناد الشيء إلى سبب. هذا ينقسم إلى أقسام. قسم يكون شركا أكبر، مثل أن يقول لولا الولي فلان لهلكت، والولي فلان هذا مدفون مقبور لا ينفع أحدا شيئا، فهذا لا يصدر هذا القول إلا من شخص يعتقد أن لهذا الولي المدفون تصرفا في الكون، فيكون شركا أكبر مخرجا عن الملة. الثاني أن جائز، وهو أن يضيف الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو المعلوم حسا، فهذا جائز ولا بأس به، مثل أن تقول لولا أن فلانا توضأ لم تصح صلاته، هذا صحيح صحيح واقع، لو لم يتوضأ ما صح لم تصح صلاته، هذا السبب الشرعي. السبب الحسي أن يسقط رجل في بئر فيخرجه رجل آخر فيقول لولا فلان أخرجني لهلكت، هذا أيضا صحيح، لكن لا يعتقد أن فلان هو الذي استقل، لكن يسره الله له فأنقذه. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب، حيث أخبر أن عمه أبا طالب في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه، قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذا جائز لأن صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو في كلام العلماء كثير،
إضافة الشيء إلى سببه المعلوم حسا أو شرعا. الثالث أن نضيفه إلى السبب مع الله مقرونا بالواو، فهذا لا يجوز بل هو من الشرك، لكنه شرك أصغر إلا أن يعتقد أن الثاني الذي مع الله له تصرف كتصرف الله فيكون شركا أكبر، مثل أن يقول لولا الله وفلان لحصل كذا وكذا، هذا لا يجوز حتى وهو يعتقد أن الله فوق كل شيء، لا يجوز، بل يقول لولا الله ثم فلان. أما إن اعتقد أن الله وفلان سواء في التأثير فهذا شرك أكبر. وعلى هذا وأهم شيء في هذا التقسيم الثلاثي، أهم شيء فيه أن الإنسان إذا قال لولا كذا لكان كذا، إذا كان خبرا فإنه لا بأس به، أو إذا كان مستندا إلى سبب صحيح فإنه لا بأس به. نعم.